السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة فريدة شانيل. إذا كنتم من الزوار الجدد لا تنسوا دعمي بجيم اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. هذا الفيديو إن شاء الله سنرى شروط الترشيح وطريقة تسجيل ولوج تلاميذ الدرك الملكي 2020. الآن نبدأ إن شاء الله بشروط التسجيل. على بالنسبة لهذا الإعلان عن المباراة، الو يمكن لكم تيليشارجيوه من السيت اوفيسيال ديال الدرك الملكي اللي غادي نشوفوه من بعد ان شاء الله. لا ننظم الدرك الملكي مباراة خيرات التلاميذ الدركيين لسنة 2020. اولا كاين شروط الترشيح. المباراة مفتوحة في وجه المرشحين العزاب من جنسية مغربية، يعني عازب او عازبة، البالغين من العمر 18 سنة على الاقل، 24 سنة على الأكثر إلى غاية فتح شول تنبير، يعني خصو يكون عنده من 18، ما بين 18 و 24، يعني ما يكونوش أقل من 18 وما يكونوش أكثر من 24 سنة فاتح شول تنبير 2020. ألو الحاصلين على شهادة البكالوريا لسنة 2019 و 2020 في جميع الشعب. على بالنسبة للبكالوريا اللي مقبولة هي 2019 و 2020، يعني بالنسبة ل 2018 ما مقبولينش، وفي هذه الحالة جميع الشعب، يعني الشعب الأدبية والعلمية والتقنية. المؤهلين بدنيا يعني يكونوا في صحة جيدة، متوفرين على قامة لا تقل على 1.70 متر. بالنسبة للذكور يعني اللي ما عندهمش قل اللي عندهم باردون قل من 1.70 متر يعني ما يمكن لهمش يترشحوا لهذه المباراة، يعني خصهم على الأقل يكونوا عندهم 1.70 متر الفوق، و1.68 متر بالنسبة لي الإناث، يعني اللي بالنسبة للإناث اللي عندها أقل من 1.68 متر يعني بلا ما ترشح للمباراة، يعني خص على الأقل يكون 1.68 متر أو أكثر من 1.68 متر على بدون سوابق عدلية. على هذا بالنسبة للشروط. على التسجيل المسبق للترشيح، يجب على المرشحين المعنيين والمستوفين للشروط المحددة أعلاه، يعني خص تكون عندك هاد الشروط كاملين. على التسجيل في الموقع الإلكتروني على العنوان التالي recrutement.gr.ma يعني gendarmerie royale.ma في الفترة ما بين 1 و 25 يوليوز، يعني أن التسجيل بدأ من 1 حتى وغينتهي في 25 يوليوز 2020. ومن الضروري على المرشح التوفر على عنوان إلكتروني شغال، يعني خصيصا بالنسبة العنوان الالكتروني والبريد الالكتروني خصو يكون اكتيف يعني كتستعملو، واللي ما عندوش بريد الكتروني يمكن له يكريه سي تري سامبل. على بالنسبه لانتقاء المرشحين المقبولين، على المرشحون المسجلون والذين تم قبولهم من طرف لجنه الانتقاء بعد دراسه ملفاتهم سيتوصلون باستدعاء عن طريق البريد الالكتروني. على بالنسبه اللي تقبلوا اللي فيهم هاد الشروط وتقبلوا، الو غادي توصلوا باستدعاء عن طريق البريد الالكتروني ديالكم، على داكشي باش يكون توفر على عنوان الكتروني وشغال. الو يبين عنوان المركز المخصص لاستقبالهم قصد اجراء الفحص الطبي والاختبار السيكولوجي والرياضي. على فهاد الحاله ما كاينش اختبار لا كتابي لا شفوي، الو كاين فقط الفحص الطبي والاختبار السيكولوجي والرياضي. الو ابخي كاين استدعاء واجراءات الانخراط. المرشحون الذين استوفوا الشروط واجتازوا بنجاح الفحوصات الطبيه اللي ذكرنا والاختبارات السيكولوجيه والرياضيه سيتم استدعائهم للالتحاق بمراكز التكوين التابعه للدرك. الو ملحوظه، يبقى البريد الالكتروني هو وسيله التواصل الامثل بين المرشحين والقياده العليا للدرك الملكي، يعني بالنسبه للبريد الالكتروني غيكون هو الوسيله ديال التواصل ما بين كل مرشح او مرشحه وما بين القياده العليا للدرك الملكي. على الاستفسار والحصول على مزيد من المعلومات يمكن للمرشحين الاتصال بالارقام الهاتفيه التاليه طيله مده التسجيل، وكاين ارقام هاتفيه اللي عنده شي استفسار. على هادو كانوا بالنسبه للشروط. غادي نمشيو نشوفوا طريقه التسجيل، غادي نشوفوا الموقع الالكتروني ديال التسجيل. هلا غادي نستعمل احد المتصفحات اما جوجل كروم باغ اكزومبل او لا اوبيرا او غير ذلك، وغادي نكتب ريكروتمون
Alors, point GR, yani gendarmerie royale, point MA, cliquez là, entrée. من بعد كتعطينا هاد المنصة هي الرئيسية، إجراءات الترشيح المسبق، الأسئلة المتكررة، حساب جديد، تسجيل الدخول، ويمكن نديرو هذه الفيرسيون ديال العربية، ويمكن لي نختار الفيرسيون ديال الفرنسية. على منصة تقديم الترشيحات المسبقة لمباريات الدرك الملكي، لائحة المباريات المفتوحة، لكاين مباراة انخراط في سلك تلاميذ الدركين لسنة 2020. على بالنسبة للمباريات المفتوحة كاين فقط هذه المباراة. بالنسبة لإعلان المباراة اللي كنت كنشرح فيها قبيلة، لو كاين فيرسيون بالفرنسية وفيرسيون بالعربية، اللي بغى تيليشارجي يمكن لو كليكي على الفيرسيون العربية، اللي بغى الفيرسيون العربية، أو فيرسيون فرونسيز اللي بغى الفيرسيون ديال الفرنسية. على بالنسبة للفئة، كاين فئة عادي، وآخر أجل لإيداع الترشيحات هو شهر 7/25 كما سبق. على بالنسبة لنا حنايا غنمشيو نديرو حساب جديد. الو، اول شيء على كيطلبوا البريد الالكتروني الذي يكون حق الولوج والتصحيح والتعرض على معالجه معطياتكم الشخصيه وفقا للقانون. لا تم ترخيص لهذه المعجله من طرف الاخ تحت الرقم. الو، اولا خصنا ندخلوا البريد الالكتروني، ومن بعد ندير نبوشي دابا نبوشي هذه لقد قرات وقبلت الشروط العامه للاستخدام، ونبوشي انا لست برنامج روبوت. مي كتبغي تخشي لاكاز ديال لقد قرات الشروط العامه، كتعطيكم هاد الشروط خصكم تقراوها مزيان. على بعد ادخال البريد الالكتروني، تاكيد الشروط العامه للاستخدام، وخشي لاكاز ديال لستو برنامج روبورت. على كتجي تاكيد، على بعد كيجي اشعار تم التسجيل بنجاح، سوف تتوصلون برسالة إلكترونية تشمل على رابط تفعيل حسابكم، نرجو التأكد من بريدكم الإلكتروني. ألا غندير تأكيد. على من بعد كتمشيو تفتحوا البريد الإلكتروني ديالكم اللي دخلتو، كتلقاو فيه بحال هذه الرسالة: من أجل التحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني الخاص بكم، وتفتح هذه الرسالة بدوبل كليك. بعد فتح الرسالة، ألا يجب الضغط على هذا البوطون. على هذا الرابط قابل للاستخدام مرة واحدة فقط، وسوف يعيد توجيهكم إلى صفحة اختيار كلمة المرور الخاصة بكم للولوج للمنصة. هذا الرابط صالح ل 24 ساعة فقط، يعني إلى دازت 24 ساعة كيبقى هذا الرابط غير صالح. هلا غنضغط على هذا البوطون باش يعطونا اختيار كلمات المرور. من بعد خصني نختار كلمة المرور اللي معروفة عندي واللي نعقل عليها، وندير تأكيد كلمة المرور، ونخشي لاكاز أنا لست برنامج روبوت، وتأكيد. الو، لحد الان دوزنا اختيار واحد. الو كاينين ثلاث، او مرحله واحده كاينين ثلاثه المراحل. على بالنسبه لاختيار المباراه، كانت ولوج التلاميذ الدركيين 2020. الو هذه هي المباراه. على بالنسبه للبيانات الشخصيه، الو جميع المعلومات الضروريه، خصك تدخل اسم العائلي اللي هي المرحله الثانيه، شي كله في المرحله الثانيه بالعربيه وبالفرنسيه. الاسم الشخصي نفس الشيء بالعربية والفرنسية. رقم البطاقة الوطنية، رمز مسار، الجنس ذكر أو أنثى، ذكر كوشي لاكاز ديال ذكر، أنثى كوشي لاكاز ديال أنثى. الحالة العائلية، يجب أن يكون عازب أو تكون عازبة. القامة بالسنتيمتر، على بالنسبة للذكور قلنا متر و70، خصو يكون عندك اكثر من متر و70، وبالنسبه للاناث اكثر من متر و68، اما تساوي متر و68 او اكثر. على تعمل رقم الهاتف، بعد غدوز لتاريخ الازدياد، داتا دو نيسونس، هنايا بلد الازدياد او مكان الازدياد، هنايا العنوان بالعربيه وبالفرنسيه ايضا. على بالنسبه للاقامه، الجماعه، هل لديكم سوابق عدلية؟ ألوغ يجب أن تخشوا لا. سبق أن طردتم من الوظيفة العمومية؟ ألوغ لا. ومن بعد تالي. بالنسبة للمرحلة الأولى هي كتبان فاليدي، المرحلة الثانية ديال البيانات الشخصية كتبان فاليدي. ألوغ الآن حنا واصلين في المرحلة الثالثة، يعني ديال الشواهد، بكالوريا جميع المعلومات الضرورية. ألوغ أتوفر على شهادة البكالوريا، أدرس حاليا بالسنة الثانية بكالوريا. ألوغ غدير السنة الدراسية 2019 أو 2020. ألوغ غدير المؤسسة بالعربية، هنا المؤسسة بالفرنسية، النيابة
ومن بعد كدير الشعبة، قلنا جميع الشعاب كيدفعوا للمباراة ديال الدراكين الموسم 2020، يعني الشعاب الأدبية والعلمية والتقنية أيضا. إشعار تم حفظ البيانات بنجاح، يعني بالنسبة للمرحلة ديال الشواهد اي فاليدي، من بعد يعطيونا تأكيد التسجيل، يعني يعطيونا جميع المعلومات اللي نتأكدوا منها. بالنسبة لهادو فقط المعلومات اللي دخلت قبل، خصني نتأكد منها واش صحيحة. الوغ ملي كتوصل لهاد المرحلة ديال التأكيد، هل عندك الحق دير الرجوع او تعديل؟ مثلا اذا كنت درت شي خطأ في المعلومات ودير تعديل، او كدير تأكيد اذا كنت متأكد 100% من صحة المعلومات. اكيد المرشحون والمرشحات الذين سيتم قبولهم من طرف لجنة الالتقاء، يعني بيان سور بعد دراسة ملفاتهم، سيتوصلون باستدعاء عن طريق البريد الإلكتروني يبين عنوان المركز المخصص لاستقبالهم، على باش يديروا فحوصات طبية كما سبق وشرت لها، اختبارات سيكولوجية ورياضية. بالنسبة للمرشحين اللي ما توصلوش حتى بشي رسالة عبر بريدهم الإلكتروني، يعني هذوك غيكونوا ما مقبولينش. وبيان سور كتجي المرحلة اللي من بعد، يعني المرشحون الذين استوفوا الشروط واجتازوا بنجاح الفحوصات الطبية والاختبارات السيكولوجية والرياضية، سيتم استدعائهم للالتحاق بمراكز التكوين التابعة للدرك الملكي، وبالتوفيق للجميع.